بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. ايه اليوم من انجيل معلمنا متى اصحاح 18 ايه 11 وكده، ان ابن الانسان قد جاء لكي يخلص ما قد هلك. ابن الانسان جاء لكي يخلص ما قد هلك، دي تدينا رجاء بنسبه كبيره جدا. خلي بال حضراتكم من انجيل متى ومعلمنا متى بيتكلم على الخلاص هنا. ابن الانسان ده تعلمنا ان التجسد حصل، ابن الانسان عشان كده لك ابن الانسان قد جاء، هو اللي جه مش احنا اللي رحنا له، هو جه عشان يخلصنا عشان يبقى لنا مكان في السماء لكي يخلص ما قد هلك. كلمه ما قد هلك دي فيها قمه الرجاء كله، يعني اللي مش لسه هيهلك، اللي هلك كمان ربنا جاي عشان ينقذه. يقول لك انا جاي عشانكم انتوا، عشان كده الكاهن في احدى الاسم يقول ايه، ما هذا ايها الفادي، أيهان العظيم، أيهزل الممجد، أيودع المرتفع، ما الذي جعلك ترضى بهذا؟ يقول لك أنا جاي علشان خاطر أخلص الناس كلها، أنا هدفي حاجة واحدة بس، يحصل الخلاص بالصليب، وكمان أجدد الطبيعة اللي فسدت نتيجة دخول الخطية إلى الإنسان. فأنا أقول له يا رب أنا محتاج أن أنت تغيرني، محتاج. هو المسيح على الصليب قال قد أكمل، دفع الديون عننا بالتجسد، بل باقي الدور الباقي علينا ان احنا نعيش هذا الخلاص بمفهومه المسيحي الصح. ازاي نجدد الطبيعه؟ عن طريق المعموديه وعن طريق وسائط النعمه. هل انا فعلا واثق من الخلاص اللي تم على الصليب ده؟ هل انا حياتي فعلا بتقول ان المسيح جه عشان يخلصني؟ من فضلكم كل يوم الصبح اقول له اشكرك يا رب على الخلاص اللي انت اعلنته لينا على الصليب وفادتنا، انا اللي كانت مفروض ادفع الديون دي، انت دفعت الديون عننا. عشان كده الآية دي كمان اتقالت في موضع جميل جدا، اتقالت لما المسيح له المجد تقابل مع زكا. زكا ده خلي بال حضراتكم ان هو كان رئيس عشارين مش عشار، يعني زكا الريس بتاع متى، لان كان رئيس العشارين كان مكروه جدا من الناس، فكان عنده رؤية وعنده آية جميلة جدا عايز يحققها، أريد أن أرى يسوع. بيعمل ايه زكا وهو كان قدامه شوية عوائق كتيرة جدا، ودي تعلمنا برضه ان انا ازيل العوائق عشان اتقابل مع المسيح. طلع على الشجرة، هو كان قصير زي ما بيقول الكتاب كده في إنجيل معلمنا لوقا صح 19، وساب الناس كلها، ساب الجامع كله، وبص بس نظرة للمسيح كده، والمسيح هو اللي راح له. خلي بالكم هو كان عارف إن المسيح هيمر، قال له يا زكا اليوم أمكث في بيتك وحصل خلاص لهذا البيت. ليه؟ لأنه كان عنده جواه عايز يشوف المسيح، عايز يتمتع بالمسيح، فلما تقابل مع زكا حصل خلاص لهذا البيت. وزكا قال له كلمة جميلة جدا كنا نتعلمها، لو عايز تتمتع بخلاص المسيح رجع اللي انت سلبته. قال له يا رب إن كنت وشيت بأحد أرده أربعة أضعاف، وكل الناس كلها ونص أموال المساكين. إذا لازم في دور علينا، الدور الإنساني عشان أتمتع بالمسيح وأتمتع بخلاص المسيح، عليا دور كمان. كمان المسيح له المجد لما تقابل مع اللص اليمين على الصليب، قال له ايه؟ قال له يا رب اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. قال له اليوم تكون معايا في الفردوس. يقولوا كده ان هو نقعد نقول في شعر اللص اليمين في يوم الجمعه العظيمه، نقول له تباك يا دماس لانك سرقت الملكوت. انا النهارده عايز اتمتع يا رب بالخلاص اللي انت حطولي على الصليب ده، عايز اتمتع بيه لانه خلاص غالي جدا، وكمان انقذ الناس اللي هم على وشك ان هم يقعوا وما تمتعوش بخلاص المسيح. اذا خلاص المسيح ثمرة جميلة جدا قدام عينينا، المسيح لو المجد جاء عشان يخلصنا، جاء عشان أنا. وخلوا بالكم راح للسامرية ومشي مشوار كبير جدا، وراح في عز الظهر وتقابل معاها وجاب السامرية للمسيح، قالت له أرى أنك نبي، بعد حوارات طويلة جدا في إنجيل معلمنا يوحنا. ما هو برضو اللي راح للمخلع الموجود بركة بيت حزدة، راح وقال له ايه، قوم احمل سريرك وامشي. اذا المسيح بيبادر باستمرار، بيبادر ويدينا عطايا كتير جدا، لكن نحط قدام عينينا الخلاص غالي جدا عندنا. ابن الانسان يبقى التجسد قدام عينيا، جاء عشاني انا، جاء عشان انا. اي واحد تحطه قدام عينيه كده. معلمنا بولس الرسول يقول ايه جميله جدا في اعمال 17 ايه 30، يقول ايه؟ الله الان، من فضلكم تأملوا الايه دي جميله جدا، الله الان يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا متغاضيا عن زمن الجهل. يعني إذا أنا دوري أن أنا كل يوم أقول له ربنا كده، رب أنا محتاج خلاص الناس كلها، محتاج البشرية كلها تجري عليك. الله الآن
يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا متغاضيا عن زمن أزمنة الجهل. أقول له رب أنا كنت بعيد عنك، ما كنتش عارف الدنيا كده. وأغسطينوس لما تاب بعد ما كان بيتمرمغ في وحل الخطية قال كلمتين جمال جدا، يا ريتنا نحفظهم كده. يقول إيه أغسطينوس؟ أنتوا عارفين هو فيلسوف. قال له يا رب أنت تحتضن وجودي كأنك لا تتطلع لآخر سواي، تسهر عليا كأنك نسيت الخليقة كلها، تهبني عطاياك كأني وحدي موضع حبك، ليتني أحبك يا إلهي لأنك أحببتني أولا. حبك فين يا أغسطينوس؟ قال لك حبني على الصليب. والآية الجميلة اللي بنقولها في يوحنا 3:16، هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. آية النهاردة آية جميلة معزية مليانة رجاء، نحطها قدام عينينا ونتأمن بيها ونقول نشكرك يا رب على الخلاص اللي تم على الصليب. ابن الإنسان قد جاء لكي يخلص ما قد هلك، لله كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين.